أسألك على محترفي النادي ده ومحترف النادي الأهلي، مين يبقى ومين ممكن الأهلي يبدله بمحترفين آخرين؟ يعني مين شايف أنه لا ممكن ده يكمل في الأهلي في المشروع اللي حضرتك بتقول المفروض يتعمل للأهلي الفترة اللي جاية؟ واحنا بنتكلم هنا على محترفين عشان هم دول اللعيبة النوعية اللي انت بتجيبهم من بره، عشان ما عندكش في الماركت بتاعك لعيبة شبههم، فمين اللي ممكن يكمل مع النادي الأهلي منهم؟ والله انا شايف ان الاهلي ممكن يجيب لعيبه احسن، يجيب كواليتي. هو جرب دولت، لازم يجرب كواليتي احسن كلهم، يعني يقيمهم كلهم. يقيم كلهم يوه. من يستطيع شايف ان فرقته تمشي ممكن. لكن انا في مراكز قدام انا ما عنديش، محتاج راس حربه قوي جدا. يعني انت جبت تاو، اما اجي اقيمه الان واقول لك بيرس تاو جاب كام جول من 32 جول، يعني تلاقي فيه لعيبه هداف الدوري، هدافين الدوري جايبين جوال اكتر منه في الانديه الاخرى. طبعا هو جايب 5 جوال، ما هو ده المقياس. ما انا عايز جايب، انا عايز فيرود يجيب جوال، مش عايز يرفع لي اوفر ولا لا، عايز يجيب جوال سواء من العمق سواء من الجنب سواء من النص. محتاج ممكن اقدر اجيب لعيب في نص الملعب اجنبي كويس. دي بقى عندك اليو ديانج. نعم عندك اليو ديانج. والله لازم اقيم هل هو اللعيب اللي انا عايزه، هل هو لعيب النص اللي مثلا ممكن يوصل ويجيب جوال ويشوط ويعمل سلوهات وكذا، ولا مجرد بيقطع كرة وخلاص. هذه لازم افكر فيها. صحيح. يعني انا عايز لعيب يكسبني. يعني مثلا لما ادي لك مثل صغير، مباراة الرجاء، هو انا مش برضه بحمل عليه، لكن بمناسبه الكلام نكلمه، الكره اتقطعت منه جت جول فينا، بعدها بثانيه تعالت اوفر وعملها بدماغه ضيعها لو تتذكر. صح. ما انا عايز الكواليتي بقى، مش مجرد ان واحد يمسك كوره وبيقطعها وبس، مجرد يقطعها وقوي وكذا، لا. ما انا عايز الانتاج، ايه الناتج اللي بيحصل. فالنادي لازم يقيم اذا كان هو الوحيد اللي بقى محتاجه في نص الملعب ديفندر وابني عليه لعيبه ثانيه، جايز. إذا كنت شايف إن ممكن أجيب أحسن منه، أجيب أحسن منه. أصل مفيش حد مطلقا هو الأحسن. في تطور في الأندية كلها. صح. عندي واحد بجيب أحسن منه، ماشي في الاحترافين، مش ممكن يفضل معايا على طول. علي معلول. فأنا بقول لك يعني ما دي عايزة مقايسة، أقيس الفرقة كلها. وفي النهاية أنا عندي كام واحد محترف وأقيسهم، أنا عايزهم فين؟ هنا وهنا وهنا وهنا، دي عايزة إعادة نظر. لكن انا بقول لك عايز اعد نظر، وممكن اجيب ناس احسن من اللي موجودين.